ابار الوكيل الموبيلي، شكون اللي راح يقلشكم بعقارات كيما هذا النوع؟ ليكيب من بوسماعين جيب لكم عقار ولا اروع. تابعوا معنا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي راكم تستناو دائما في جديد كالعاده. ما تنساوش تابوني وفي كامل صفحتنا على التواصل الاجتماعي. ومن بوسماعين ليكيب من حي كليه عماريه بلديه بوسماعين دائره بوسماعين ولايه تيبازا. ليكيب هذه المدينه الساحليه والساحره والجميله والموفمونتي وفيها كل المواصفات اللي يحبها كل واحد اللي يحب يشي عقار. العقار تاعنا راهو ال بلس 2 بعقد ملكيه ودفتر عقاري ليكيب بمساحه تاع 220 متر مربع مبني منها 130. يلا نكتشفوا العقار مع بعض. عندنا عندك في البريمير ايطاج ولا فريتشوسي عندك جاراج بلس اف 3 بلس اول بلس مراح. ليكيب عقار ولا اروع في مكان ولا اروع في بوسماعين. ليكيب هاوليك العقار تاعنا، هادو هذه احدى الغرف وين راح نصبوا العقار تاعنا. وهنا عندك هذا المراح اللي راهو فيه بزاف امور واشغال منزليه يعني، ولكن العقار ولا اروع بمساحه ما شاء الله. قلنا 220 متر مربع مبني منها 130. هنا عندك الدوش والطواليت راهم كاع اونصومبل. ليكيب عقار ولا اروع مخدوم بشكل جيد، فيه مساحه وشساعه ومام طون البنيان قلنا متين ومتين جدا يعني. فريمون صاحب العقار يقول بلي يعني البنيان تاعو راهو متين الله يبارك. هنا عندنا اون شومبر ليكيب، وهنا عندك المطبخ تاعنا اللي راهو مخدوم ايضا بشكل جيد. ما راهوش كبير كبير ولكنه يعني مساحته مقبوله، مساحته يعني مناسبه لهذا الايطاج وهذا الثروة. وهنا عندنا المراح تاعنا ليكيب اللي راهو على برا وين نقدروا يعني ننشروا الحوايج تاعنا ولا نديروا بزاف امور في المنزل تاعنا. يلا نروحوا نكتشفوا العقار عن كثب ونشوفوا هنا واش عندنا. عندنا في هذا المستوى عندنا هذا المراح لما ندخلوا عندك هذا الاول اللي يجمع كامل الغرف كما راه نشوفوا ليكيب. معناتها ارضيه ولا اروع بيان فيني حتى الجدران. هنا عندنا غرفه اولى ولا صالون يعني تاميناجيها كيما تحب. هذه غرفه الاولى ليكيب عقار ولا اروع راهو جاكم من طرف الوكيل الموبيلي في حي كنيه عماريه بلديه بوسماعين دائره بوسماعين ولايه تيبازا. ليكيب هاي ليك لا شومبر بارونتال اللي فيها نافذه عريضه الله يبارك، فيها تهويه إضاءة مناسبة، يعني فريمون عقار ولا أروع راهو هنا في بوسماعين بعقد ملكية ودفتر عقاري. قلنا مساحة تاع 220 متر مربع مبني منها 130 متر مربع، وفي هذا الإطلالات تعطينا يعني على جهة الواجهة جهة المراح تاعنا اللي كنا فيه مقبلة، يعني فريمون ولا أروع. هنا عندك طوالات ليكيب، طوالات هاي ليك طوالات تاعنا بيان فيني ايضا، فيها فايونس حتى الفوق يعني خدمه ما شاء الله ليكيب. ومن هذه الجهه يعني طواليت ودوش او ميم طون لابينوار تاعنا، يعني فريمو عقار ولا اروع ليكيب. انا نشوفو بلي شوفوا البيبان شحال واسعين يعني لي كادر كبار، مساحات واسعه. هذه لا تروازيام شومبر ليكيب في البريمير ايطاج هذا اللي انا فيه، اللي نلقاو فيه صالون و 3 شومبر بلس كويزين بلس دوش وطوالات. هذه هي الصالون تاعنا ليكيب، شفنا ثلاث غرف مقبله، وهذه هي الصالون تاعنا واسع كبير الله يبارك. كان نشوفوا الكليماتيزور كاين بالكون وفنات ليكيب، صاله مونجي صالون خدمه ما شاء الله ولا اروع في هذا العقار اللي جاكم من مدينه بوسماعين الساحليه من ولايه تيبازا. ليكيب نزيدو نكتشفوا العقار تاعنا. عندنا في الدوزيام ايطاج اربع غرف صالون مطبخ حمام ومرحاض، ولكن قبل ذلك نشوفوا هذا البالكون الواسع والشاسع اللي يعطينا اطلاله على الجهه الاخرى، جهه الشارع يعني جهه الحي تاعنا. شفنا الواجهه الاولى تعطينا اطلاله على المراح تاعنا، وهذه تعطينا اطلاله على جهة الحي تاعنا، حي هادئ وامباس ليكيب. هذه هي الميزة اللي في الحي تاعنا. يلا نزيدو نكتشفو. عندنا هنايا صالون مطبخ كويزين كبيرة هذه ما شاء الله، يعني
مطبخ كبير هذا الله يبارك، فيه تهوية إضاءة مناسبة، مخدوم بشكل جيد، مخدوم ما شاء الله كما نشوفوا ليكيب، يعطي إطلالة جميلة على الحي تاعنا ليكيب. وهاوليك البحر ويبان من هذا النافذة تاع المطبخ، يعني عقار ولا أروع ليكيب. هنا اللي جاكم من مدينة بوسماعين جابوا لكم الوكيل ايموبيلي. يلا نزيدو نكتشفوا الطابق الموالي ونشوفوا بلي الدروج مخدومين بشكل جيد من خلال هذا البوز تاع الفير 4G. هذه رانا هنايا في الطابق الثاني ليكيب، قلنا ال بلس 2، هنا في الطابق الثاني وين نلقاو اربع غرف، صالون، مطبخ، حمام ومرحاض. هذا هو المرحاض تاعنا، وهاو الدوش سيباري على بعضهم في هذا العقار. هذا الطابق اللي راهو مخدوم بشكل جيد ليكيب. يلا نروحو نشوفو لا فينيسيون. ما شاء الله ما شاء الله، عندنا اول مفتوح على الصالون تاعنا. هنا عندنا بريمير شومبر، هاي ليك لا بريمير شومبر ليكيب اللي مخدومين بشكل جيد، حتى الصبيغه الله يبارك مخدومه وفينيسيون. وهنا عندنا لو اول تاعنا اللي راهو مفتوح، معناتها يقدر يكون استقبال واول في نفس الوقت. هذه لا دوزيام شومبر ليكيب، عندها إطلالة جميلة على المراح تاعنا وعلى المساحة الخارجية اللي بقات لنا من مساحة تاع 220 متر مربع، قلنا مبني منها 130 متر مربع ليكيب. هنا عندنا لا دوزيام شومبر ليكيب، بليتو التروازيام شومبر، انا نشوفوها ما شاء الله ليكيب مخدومة بشكل جيد، لا فينيسيون في الدال دو سول حتى في البلافون اللي راهو بيان فيني. وهنا كل ما نزيدو نرتفع راح يبان البحر اكثر فاكثر، يعني اطلاله جميله على سواحل مدينه بوسماعيل الجميله والساحره. نزيدو نكتشفوا، هنا عندنا نقولوا سالا مونجي، نقولوا سالا مونجي ولا المكان اللي تفضلوا العائله تقعد فيه قدام الاول. الاول يعني عنده بزاف يعني ديكوا، وهنا كاين اطلاله جميله من خلال هذا البالكون اللي يعطينا إطلالة على الساحل وعلى البحر، يعني فريمون ما شاء الله ليكيب. النسمة تاع البحر تلحقنا بويسك ماناش بعاد على البحر إلا 600 متر فقط، وحنا في سواحل تاع مدينة بوسماعيل. وهاي ليك لا كويزين تاعنا ليكيب، يعني ما شاء الله مخدومة بشكل جيد، فيها فينيسيون، فيها الفايونس حتى البلافون، يعني فريمون ولا أروع. وهنا عندك السطح لا تيراس الفوقانية وين تحب العائلة طون طون تقعد فيها ترتاح فيها، تستقهوى، تفطر، تتعشى فيها، بويسك أشعة الشمس كاينة، الهواء كاين، النسمة تاع البحر كاين، والإطلالة الجميلة على مدينة بوسماعيل وعلى الساحل تاع مدينة بوسماعيل. هنا رانا في مكان ولا أروع لكيف، في قلب مدينة بوسماعيل، في هذا العقار اللي جاكم في هذا البلدية وهذه المدينة الساحلية، جابه لكم الوكيل الموبيلي. منزل ار بلس 2 بعقد ملكيه ودفتر عقاري. عندنا سيترنا تاع الماء فيها 4000 لتر، حي هادئ وامباس، اطلاله جميع البحر وقربه من البحر اللي بعيد عليه فقط 600 متر على الساحل البوسماعيلي ليكيب. ما تنساوش تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو رقم تاعو في التعليقات في الوصف، دائما نهبلوكم دي زافير يعجبوكم بالبزاف. سلام.